السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ شخباركم؟ شلون تكونوا بخير وبسلامة؟ ورجعنا فيديو جديد من لعبة فورتنايت، تحديات الفورت بات والقطعة رقم 53. واليوم راح تكون القطعة رقم 53، راح تكون بهذا الجبل قريب من منطقة سنوبي شورز، والجبل اللي بكرة ديسكو او طوبة الديسكو راح تشوفون هنا. راح نروح لمكان طوبة الديسكو، راح تحاول ترقص بمكان الرقص حتى تصعد الطوبة وينفتح لك قطعة الفورت بايت مثل ما تشوفون قدامكم. راح نجي هنا ونرقص حتى تنفتح لنا قطعة الفورت بايت، ترقص وراح تنفتح لك القطعة مثل ما تشوفون. كرة الديسكو صعدت لان ظلينا نرقص وراح تنفتح لك القطعة مثل ما شفتوا. انجلدنا هنا طبعا، بس المهم شي القطعة انفتحت وتقدر تاخذها. لهنا وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسون لايك واشتراك بالقناة وفعلوا جرس التنبيهات ودعموني بكود الايتم شوب الظاهر على يسار الشاشة. كان معكم انتر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.